الناس اليوم زي اول اخي، الناس اليوم حابين كرش، بس حابين مصلحه، في كرش وفي مصلحه، ما بغشوا بعضهم وبغشوا حالهم وبيحترموش بعض، بيحترموش الكبير، كلياته انتيكا. هاي اللي بقول لك اياه قصيري على الطبيب. تشتاق لها الزمان خالص؟ قول لي ايه، انا اللي بشكك لوقته ولا زمانه، انا اللي بشكك لوقته ولا زمانه. اوه بكى الارض وشاع والملك وشاع والناس تاكل من عند بعضها، واحد ما يمرق مرق له عمل كفايه وظلمت سنتين ثلاث، ما حدا بقى يحشي معاه، اليوم بياكل حكوك بعصا ولا برودي اذا ما يلعب كفايه واحد. لا اله الا الله. غيرت وكل الاوادم راحوا، الاختيارين اللي قبل هم اللي بقوا اوادم قلنسوي، راح هسه الموجودين كلها زهران من اولها لاخرها. شرم ما فيش، نفس طيب ما فيش، المغيبي والنميمه بتجوزوا وبيطلقوا، وعايشه تشوفي في هالايام هذه. مش واحد بيعمل حساب لحده لاصله، قبل كلياتهم بكم محافظين على كرامتهم وعلى اصلهم. الصب اللي بكون يصبوها قبل لدار حسن لدار ابو محمد لدار حد بكون اهل البلد يصبوها، لا بكينا نجيب مطورات هذه الماكينه يا اخوي طيارها مع الهليكوبتر يصب شمنتو ولا بطون ولا. انا ايام ما بنيت اول دار صبوا لي اهل البلد على غنوه وغنوا. شو تقول لي؟ النظافات، النظافات داوين كانت فيها. بكى في عند رب المير ديوان، بكى حمد عبد الله عنده ديوان، سبحان النصور عنده ديوان، شايف؟ دار المتاني بكى عندهم ديوان، عند دار سعيد، وين بدي اقول لك؟ دار ابو تاي عند حمد عبد الله، وهذا هو. دار القاضي يعطيك البال امك بكى دواوي. هم كلاتهم اثنين، محمد والامين. موش؟ بكون الناس ينزلوا على على عند وين دار ابو عطيه المتاني، بكونوا نكبيت سرهم، بكونوا يلعبوا السيجي لغياب الشمس ويقعدوا هناك، ويجينا المكر يرعين هناك، والشباب يحرقوا ويعمل مطالع في الشحرات، يرعوا المكر فش صاروا يلعبوا الشوره، يطلبوا تنكي والعصي بين بعضهم. مرة كاتب دار ضحبور وضربوا عودي، بكون فلاحين الطرفين ضربوا عودي عندهم عدول بقولوا له شمان، انا بكيت جاهل قبل 10 سنين اسمه شمان، وعند دار ضحبور في برضه عدول في شيء بخوف، عدول بقدر عدولك عندك بقدر انا بقدر نزلوا عند دار عطيه مكاني هاي هناك ما كانت فيش ولا دار فاهم، وفلتوا العلول الاثنين مع بعض الكاتبة فاهم، قبل ما واحد غدر للثاني كسر هم مع بعض، ضرب عودي وضرب محبور فاهم، تفزعت البلد عليهم وفسخوا بينهم وابعدوا العجول عن بعض، ما كنا فاضيين تخريف فاضي اغير حق. انا بكيت من 8 سنين او 10 سنين تفضل الوقت، انا اليوم عمري 81 سنه حضرت المعركة يعني، شو أقول لك؟ مش صارت هاي الرفيقية؟ بقى عايز تشوف عروسته كمان؟ غير مرة بالصدفة، أما تعرف على دارها ينكدها فيش منه بالصدفة بس. قبلي يعني قبلي هذا الحكي بكمش اشوفه. العراس كيف كانت؟ العراس ما كانت تجنن، كلها البلد يبكوا فيها. النسوان يسلقن الرز ويطبخن اللحمه، وقديش بكى خالي؟ ذبح له خروفين يبكى يبكى هذا عرس مليح. فيش عجول. خروفين يشف البلد كلها.
يسلكوا الرز، النسوان يسلكوا الرز ويسلكوا الطبيخ فاهم، ويجيبوا حصيره او حصيرتين او ثلاث ويفردوا الرز عليها من فوق لا يلمسوا بعضه فهمت. وبكوا يجيبوا للجطاط، نحن من عائلتنا او من البلد بكى محمد الخبر خير الله يرحمه ها، يحطوا الجطاط في جنبه يصير يسوى رز، وحطوا الجطاط واللحم تكفي في جنبه بكره كثير اربع خمس اطباق وحطوا على الجار، اللي يجيبوا للضيوف اللي يجي عارف ياخذوا جاط وودوا لي اياه، ياخذوا جاط وودوا لي اياه، هاي الطريقه المتبعه بهذاك الوقت. بعد تركت الناس صارت تذبح جاد وتذبح عجول وتذبح غنم، صار ما يشفيهمش عجل، صار يشفي عجل ولا ثلاث ولا 10 رؤوس غنم، 10 رؤوس غنم. طيب خالد، كلمة بتحب توجهها للشباب اليوم، للناس اليوم، شو بتحب تشوفهم كيف؟ شو بدي اشوف؟ يحبوا بعض، ما يسرقوش بعض، ما يحشوش ورا بعض، ما يغشوش بعض، هاي كلها كسروا لك هذا الشباب. متعلم يعلم التيس، التيس يتعلم من اللي بفهم بيعرف، يعلموا اولادهم، يربوا اولادهم، يربوا بناتهم.